طول ما انا ماشي ورا محروس هفضل تعبان عيان متعوس. جد المحروس كان حفر البير، ميته روقانها ملهش نظير. محروس بقى علو حلو بولاده، ما هيشرب غير من بير اجداده. ايوه عارفه، جدي كان بيشرب منه هناك جنب محطة البنزين الجديدة. كبير معروف من جد جدود، ميته ترياق ولكل شهود. يبقى فرير على هناك. يا بطني يا بطني يا عيالي. الله، انت هنا يا عم محروس. انا اصلي شربت من البير. عفريت يعني خلاه مسموم؟ لا، ده الانسان هو اللي ملوم. خزان بنزين ده اكيد مخروم بيسرب، ومحد صانه من ده اليوم او قرب، غير شحن وزيد بعد التشحين في الارض اهو سارع. وده كله يوم ورا يوم عالبير رايح، والبير ده يا ناس ما بقاش من اليوم صالح. طب نعمل ايه عشان يصفى ويرجع؟ البير ما خلاص ما بقاش ينفع، والمية ما لازم تتلوث. واهوه محروس سخن مهلوس، واللي حصل له ده من ايه؟ صاحب البنزينة قال ايه؟ خزاني متين، وده ايه يجراله؟ اهو ضع بنزينه وكمان سام جراله.